النشرة، معارك القلمون السوري تتوسع وموجات النزوح نحو بلدة عرسال إلى ارتفاع. في صيدا الجامعة اللبنانية تطرد طالبا من الامتحانات لأنه كفيف. من إجراء أحد الامتحانات وانحكيت، يعني تعاملت بطريقة شوي غير لائقة نوعا ما. انتخابات المحامين تنطلق نقابية بامتياز ثم تنحرف نحو 8 و14 أذار. لازم يكون مستقل لأنه النقابة تضم جميع الشرائح. في الخاص، حجج السياسيين لا تزال قائمة لعدم إنتاج قانون انتخاب جديد. يعني ما في حل إلا حل سياسي. وفي الجزء الثاني من فضيحة صيدا، آل السنيورة وزيدان يضعون اليد على أملاك الصغار. كلاب بيروت تتضامن مع كلاب الميناء. نور يعني. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. ديموغرافيا انتقلت جبال القلمون وسفوحها إلى لبنان في حركة نزوح هي الأشد تدافعا منذ الأزمة السورية. سجلات الساعات 24 الماضية وحدها رصدت وصول 14,000 نازح من المعابر الشرعية وما يزيد على 20,000 بطرق غير شرعية. هي مأساة إنسانية تعبر يوميا نحو 13 كيلومترا، وكل متر بعمر من الألم. عرسال حاضنة النزوح الأولى لقربها من منطقة النار السورية أصبحت بتعداد سكاني هائل، لتأتي شبعة ومناطق العرقوب في المرتبة الثانية. لكن ما يمكن استيعابه اليوم قد يطيحه برد الشتاء غدا وسط معونات دولية بالقطارة. أصوات أقدام النازحين مسموعة عمليا أكثر من قرقعة السلاح، فمعركة القلمون بدت صامتة عسكريا، وأنباء حشودها من طرفي النظام والمعارضة المسلحة ترتفع على معلومات الجبهة. لكن تكتيك الصمت العسكري جاء فعالا لناحية النظام الذي اتبع سياسة القضم والعزل والمباغتة التي مكنته بين يوم وليلة من السيطرة على قارة خزان المعارضين. والنازحون يتسلل من خلفهم مقاتلون، وبينهم الجزائري أحمد سلمان مغربي الذي ألقت استخبارات الجيش القبض عليه عند نقطة وادي حميت في عرسال، وهو مقاتل في صفوف جبهة النصرة وقد فر من سوريا تصحبه مجموعة مسلحة من 7 أشخاص. طرابلسيا، المجتمع المدني تقدم إلى المدينة ليمسح وجهها بمشهد آخر يقف على نقيض الحرب والقنص والدمار، فيما غادر وزير الداخلية مروان شربل في أسبوع نقاهة إلى باريس بعد تثبيته خطتين أمنيتين في الشمال واطمئنانه إلى أن كرسي الأمن بات يشغله قائد محور. نقابيا، العدل أزرق بفوز جورج جريج على رأس نقابة المحامين في بيروت بفارق أكثر من 1,000 صوت عن منافسه العنيف دي بركات. قوى 14 من آذار دعمت جريج حد معركة كسر العظم وتبنته الكتائب مرشحها الرسمي، وشارك الرئيس أمين جميل شخصيا بصوته دعما لمرشحه. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان أول تصريح للنقيب الجديد يحمل النأي بالنفس عن الألوان الحزبية قائلا: لست ممثلا لأي حزب ولا مندوبا لأي حركة. آلاف النازحين يصلون إلى عرسال، ووزارة شؤون الاجتماعية العمل لتأمين مستلزماتهم كافة بعدما بدأت تسجيل عدد كبير من العائلات.
ما زالت بلدة عرسال البقاعية تستقبل موجات النازحين السوريين الهاربين من معارك القلمون السورية وجوارها. وفي حين وصل عدد النازحين نهار السبت إلى نحو 6000، تحدثت معلومات عن دخول نحو 12000 لاجئا إلى البلدة نهار الأحد. رحلة خوف وجوع وعطش قضاها النازحون ليمشوا مسافة ما يقارب 13 كيلومترا مع أطفالهم وما استطاعوا حمله معهم مما تبقى من منازلهم. عرسال أصبحت بالفعل مخيما للاجئين الذين افترشوا الطرقات بعدما تكدست البيوت والمحال التجارية وحتى الجراجات. جيت أنا أولادي وعيد جينا الساعة 1:30 بالليل بالمطر ومشي مشينا شي حوالي 13 كيلومتر عاجزين مشي. وزارة الشؤون الاجتماعية من جهتها أصدرت بياناً أكدت فيه العمل على استجابة حالة النزوح السوري التي تشهدها منطقتي عرسال في البقاع الشمالي وشبع في حصبية. وقد سجلت 600 عائلة من أصل 1700 جرى تسليمها المساعدات الأولية الضرورية من غذاء وفرش للنوم وبطانيات وغيرها. وعمدت وزارة الشؤون إلى إقامة مركز لتسجيل النازحين وتوزيع المساعدات الفورية في عرسال بالتعاون مع بلديتها ومع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. معركة القلمون بدأت ومعلومات عن حشود بالآلاف من قبل طرفي الجيش النظامي السوري وجبهة النصرة. إنها معركة القلمون التي طال الحديث عنها والتحضير لها لأهميتها الاستراتيجية لكلا الطرفين في المعارضة السورية والنظام على حد سواء. وعلى ما يبدو فإن المعركة بدأت من دون إعلان رسمي عنها، معتمدة استراتيجية القضم. وأولى مناطق القلمون هي مدينة قارة، حيث يتحصن فيها عدد كبير من مقاتلي المعارضة والتي تعرضت لغارات جوية. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقاتلي المعارضة تصميمهم على الصمود، فيما أشار رئيس المرصد رامي عبد الرحمن أن حزب الله حشد آلاف المقاتلين على الجانب اللبناني من الحدود مع القلمون في إطار مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام، فيما حشدت جبهة النصرة والكتائب المقاتلة المعارضة الآلاف من مقاتليها. في المقابل ذكرت صحيفة الوطن السورية القريبة من السلطات أن الجيش زلزل جبال القلمون وأطبق الطوق حول الإرهابيين في قارة. وفي دمشق أفاد المرصد السوري عن غارة جوية على حي برز في شمالي العاصمة وسط قصف من قوات النظام على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الحي، ما تسبب بوقوع جرحى. كما سقطت قذائف هون عدة مصدرها مواقع مقاتلي المعارضة وسط دمشق، تسببت بمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح. فيما ذكرت وكالة سانا الرسمية أن القوات النظامية قتلت عددا من المقاتلين في مناطق ريف دمشق، بينهم من يحمل الجنسية السعودية. وعلى الحدود السورية التركية قتل الجيش التركي 3 سوريين كانوا يحاولون عبور الحدود بصورة غير شرعية إلى السبت الأحد، كما ذكرت وكالة أنباء دوغان. وأوضحت الوكالة أن الضحايا قتلوا عندما دخلوا إلى حقل ألغام يفصل بين البلدين على الرغم من الإنذارات التي وجهتها قوات الأمن. ووقع هذا الحادث قرب نقطة عبور بين صايبين في تركيا والقامشلي السورية، حيث بدأت السلطات التركية أخيرا إقامة جدار فاصل مثير للجدل. فوز ساحق لمرشح قوى 14 من أذار جورج جريش في انتخابات نقابة المحامين بعد يوم انتخابي طويل تضمن جولتي تصويت. بدأت الجولة الأولى من انتخابات نقابة المحامين في قصر العدل بجو من المنافسة النقابية لانتخاب 4 أعضاء من أصل 12 عضوا، ليختار المحامون في الجولة الثانية واحدا من الأربعة المنتخبين كنقيب لهم. إقبال كثيف شهده هذا اليوم الانتخابي، وقد جاء محامون من كافة المناطق لاختيار ممثلهم. كما شارك في التصويت وزير العدل شكيب قرطباوي والرئيس أمين الجميل بصفته محاميا. 10 أعضاء ترشحوا للعضوية، 7 منهم ترشحوا لمركز النقيب أيضا. لكن الصراع المحتدم كان بين المرشحين الأربعة: نادر كسبار مستقل، أندري شدياق مستقل، فادي بركات 8 أذار، جورج جريش 14 أذار للرئاسة. النقابة منا جزيرة معزولة عن البلد، وبالتالي أنه هالصفات السياسية ما في شك ما لها تأثير، هذا مش في نقولها. وبالتالي الدعم اللي بده يجينا أنا من كل، نحن بنلجأ لكل المحامين لأي فريق انتموا. طبيعة الحال أنا مدعوم من قوى 14 من أذار طبعا، هذا شيء، بس ما في شيء بيمنع أني كمان يتم تأييدي من قبل من القوى الثانية. تنافس
في 14 وفي 8، وإنما في المستقلين بيرجعوا بياخدوا بصوته للأكثر مناقبية، ومثل ما قلت لك محلا بحاسب حدا إذا كان من هالفريق أو من هذاك الفريق، بيحاسبوه على تاريخه وعطاءاته. أصلا لازم أنا برأيي اللي بده يكون مسؤول، خصوصا مسؤول أول نائب محامين، مفروض أنه يكون مستقل، ما يكون من مع جهة دون أخرى، أو ما بدي أقول كلمة تابع لجهة دون أخرى. فمشان هيك لازم يكون مستقل، لأنه النقابة تضم جميع الشرائح، بتضم من مختلف الطوائف، من مختلف الأحزاب، من مختلف، فيها مستقلين فيها حزبيين. الجولة الأولى انتهت نتيجتها بفوز جريش بأعلى نسبة أصوات، تلاه بشراوي فبركات، وأخيرا كسبار، لينسحب بعدها كسبار من انتخابات النقيب وتنحسر المنافسة بين 14 و8 من آذار، فتحولت المعركة كالعادة من نقابية إلى سياسية. أعلن فوز الأستاذ جورج جريش. وبعد فرز الأصوات فاز جورج جريش عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب والمدعوم من 14 من آذار ب 2662 صوتا. فأنتم جميعا بالصوت والصوت المخالف، بالرأي والرأي الآخر، أنتجتم ديمقراطية نموذجية تجعل من نقيب المحامين خيار البعض ونقيب الكل. ثقوا أن جورج جريج هو نقيب للمحامين في نقابة بيروت، وليس ممثلاً شرعياً لأي حزب، ولا مندوباً، ولا مندوباً لأي حركة، ولا مبعوثاً لأي تيار، ولا سفيراً لأي جهة، وأي التزام غير نقابي لا محل له عندي في السنتين المقبلتين. وبذلك يكون الفوز ساحقا لجريش بفارق 1223 صوتا على خصمه العوني المدعوم من 8 من آذار فادي بركات. الطالب الجامعي الفلسطيني شادي سعيد حرم نعمة البصر، والجامعة اللبنانية حرمته حقه الطبيعي في الامتحان. تقرير عفيف الجردلي. شادي سعيد من مخيم عين الحلوي لم يمنعه حرمانه بصره من أن يطمح ليكون إنساناً ذا شأن في مجتمعه، حاله حال معظم الشبان في عمره. وكانت عزيمته هي التي جعلته يتخرج من الجامعة وينال إجازة جامعية. وفي طريق الحصول على الماجستير قرر القيمون على الامتحانات في صيدا قطع هذا الطريق وطرده من قاعة الامتحانات، والسبب عدم تأمين الجامعة من يقرأ عليه أسئلة الامتحان. أنا كفيف البصر لكني شخص مثابر، وعم بناضل بحياتي لأوصل للأعلى، يعني لأكسب طموحاتي. وأنا من أنا وصغير عندي طموح بالموسيقى أو الإعلام والصحافة، لكن الظروف خلتني أعمل علوم الاجتماعية. منعت من إجراء أحد الامتحانات، هو امتحان باللغة الإنجليزية، عشان دورة باللغة الإنجليزية، وهي دورة إجبارية. منعت من الامتحان بحجة إنه ما في حدا يقرأ لي الأسئلة، وهن مش قادرين حدا يأمنوا حدا يقرأ الأسئلة، مع العلم إنه هاي هي السنة الرابعة، هي الجدارة اللي أنا فيها بالجامعة، وكانوا بالثلاث سنين اللي قبل كانوا هن الموظفين اللي هناك يقرأوا لي الأسئلة بشكل طبيعي بالجامعة. وانحكيت، يعني تعاملت بطريقة شوي غير لائقة نوعا ما من قبل بعض الموظفين بالجامعة. إسراء ضريرة كذلك، وقد مشت على درب شقيقها بحب التعلم، وهي طالبة بكالوريا في إحدى مدارس مخيم عين الحلوي، وأصبحت تخاف اليوم أن تجري معاملتها في الجامعة مثل ما عمل شقيقها. أنا خايفة يصير معي مثل ما صار مع أخوي، يعني بالجامعة بصيدة مثلا، التخصصات اللي بالجامعات اللي بصيدة ما فيها شغل إلنا، الجامعات اللي ما بيقبلونا فيها فيها شغل إلنا، مثل مثلا الموسيقى مثلا فيها شغل إلنا، بس الهواي ما بيقبلوا مكفوفين. إذا مثلا رحنا على بيروت في مصاريف وأجارة طرقات،
وإذا في منام هناك وضع المخيم بالمرة كمان يمكن نرجع ما نلاقي أهلنا. وكمان قصة طباعة الكتب وين ما كان بلبنان يعني معش في حدا يطبع لنا كتب. في أولادي بالمدرسة يعني عم بيكملوا دراسين واثنين يعني عندي اثنين معاقين وأمل فيهم كبير يعني إنه هن يكملوا دراستهم ويكملوا مشوارهم من دون عقبات تواجههم مثل العقبات اللي عم بتواجههم اليوم بالدراسة وبالطباعة وبالمعاملة. فبدي من المؤسسات والتعليمية كلها إنه تعاملوا المعاملة لائقة. أناشد وزير التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم بكل إنسانية أن يعيد النظر في هذا الموضوع، في موضوع شادي بإعادة موضوع الامتحان. هذا الإهمال الرسمي المزمن للجامعة اللبنانية يحرم ذوي الحاجات الخاصة من طلبة الجامعة حقوقهم الأساسية، وما زاد الطين بلة أن هذا الطالب الكفيف عمل بطريقة مهينة من قبل إدارة الجامعة اللبنانية في صيدا وبتوجيه ألفاظ معيبة بحقه. أراضي الصيدويين إلى ضم وفرز من جديد، الكبار يأكلون الأراضي والصغار يدرسون. تحقيق صيدا في جزئه الثاني للزميلة ألين حلا. بعد خسارتهم نهر الأول عاد شبح قانون الضم والفرز ليخيم على الصيدويين، وهذه المرة سيصيب التخطيط 130 هكتارا من أراضي شرقي الوسطاني. في المبدأ يستخدم قانون الضم والفرز في بلدان العالم لإنعاش الاستثمار العقاري، لكن قوانين لبنان تخرج عن المبادئ لتغرد في سرب مصالح شخصية لكبار المتنفذين وضحيتها الجاهزة دائما صغار الملاكين. بدل ما يكون هنالك فصل لمصالح الناس على بعضها صار في نوع من الاشتباك بين مصالح الناس، ضموا الاراضي الصغيره للاراضي الكبيره او ضم أو صار في ملكيات عندك الى اكثر من صاحب. لذلك في بعض الناس ما في شك انه ارتاحت وتحسنت عقاراتها، ولكن في بعض الناس كثير انظلمت. وما لم يقله البزري أنه في الثمانينيات خرج قانون ضم وفرز شمل منطقتي غربي الوسطان والدكرمان في صيدا، فضمت أراض صغيرة إلى أخرى كبيرة، واضطر أصحاب الأراضي الصغيرة إلى بيع أراضيهم التي لم تعد تصلح لشيء، وبطبيعة الحال ارتفع سعر العقار، وكانت الحصة الأكبر من العقارات من نصيب شركة سهول العقارية. استوقفنا اسم الشركة، عدنا إلى كتاب الأيادي السود، فتبين أنها شركة من الشركات العقارية الصورية التي وبحسب الكتاب أسسها الرئيس الراحل رفيق الحريري، وكانت مهمتها شراء الأراضي. عدنا إلى الدوائر العقارية ليتبين لنا في ملفاتها ورقة واحدة وإفادة واحدة، كتب على الورقة أرقام عقارات الوسطاني ووضعت إشارات ملغى. أما الإفادة العقارية فتعود إلى آل الحريري، ومن سهول العقارية إلى رفيق الحريري إلى ورثته طارت أراضي الصغار لصالح الكبار. ورث أبناء الحريري وزوجته نازك الأراضي مستخدمين تعميما خاصا بالشهداء من وزارة المالية، فعل كرم لعيونهم مدة 24 ساعة، ومن خلاله خفضوا رسم انتقال ملكية كل ما ورثوه عن الرئيس الحريري، ودفعوا 11 مليون ليرة بدلا من ملياري دولار. وهذا تفصيل آخر، لكن الأراضي التي لا أسماء تذكر لمالكيها القدامى ضمت إلى الحريري الأب بقانون ضم وفرز موله الحريري الأب. يعني هذيك مرة الرئيس الحريري مشكورا بغض النظر الله يرحمه دفع بهذيك الأيام بالثمانينات 12 مليون دولار على تطبيقه. واليوم المشهد نفسه يتكرر، قانون ضم وفرز شرقي الوسطاني، لكن هذه المرة آل الحريري يبيعون وآل زيدان والسنيورة يشترون. يلي إلو بهالمنطقة هاي أي أرض وإلها قديش تمن حيعطى بقيمة يعني قد ما بتسوى أرضك حيعطوك بقيمة الفلوس اللي أنت بتطلع. طبعا ستكلف مصاري. أوكي، أنا اللي تصوري أنه هذه بتنفذها البلدية، طبعا البلدية طفراني ما معها شيء، إنما البلدية فيها تاخد قرض. أوتوسترادات، بوليفارات، طرق طويلة،
كلها تشق صيدا التي على ما يبدو ستصبح سوليدير الثانية، والصيدويون اتخذوا صفة شاهد ما شافش حاجة. وللتذكير حتى أراضي الكينيات التي سيجها محمد زيدان تدخل ضمن قانون الضم والفرز الجديد، وبطبيعة الحال لن يقطعها لا أوتوستراد ولا طريق فرعية. آل السنيورة وآل زيدان استحوذا على المكان، سيج الأول ولم يعد لأهل صيدا، فهل ستسيج مدينتهم بالكامل؟ الإجابة برسم الأيام المقبلة. من صيدا ألين حلاق، قناة الجديد. جمعية المجتمع المدني تتظاهر لوقف العنف في طرابلس. لأن طرابلس تستحق الحياة، لأن لطرابلس وجها آخر. في نشاط هو الأوسع في الأشهر الأخيرة، انطلقت مسيرة من بيروت وأخرى من طرابلس إلى غرفة التجارة في المدينة تأييداً للسلم الأهلي والتأكيد على أن طرابلس ليست لا الموتى ولا الدمار. المشاركون ومعظمهم من نشطاء المجتمع المدني جاءوا من مختلف المناطق. من منطقة الطبية انطلقت 25 حافلة، وانضمت إلى المسيرة عشرات السيارات من جونية وجبيل والبترون والقلمون. وكانت في مقدمة المشاركين الأميرة حياة إرسلان وأعضاء في منبر الوحدة الوطنية وطاولة الحوار الديمقراطي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس. الكلمات نددت بالفلتان الأمني الذي تشهده المدينة. أهم شيء يجي ناس من بيروت يتضامن، ولعن طرابلس لبنان مش غير محل، طرابلس الفيحاء لبنان، لازم كلهم يفهموا، كل حدا ممكن يتضامن مع طرابلس عم بيحط نقطة إيجابية على طريق السلام، كل حدا بده يكون طرف بخرب، هيدا المساج اللي بدي وصله، لازم الكل يفهموا هالشي، نحنا بلبنان وطرابلس بلبنان. أنا جاي من قبل وومن إن فرونت، كمان من قبل في بي إف إل يلي هن بكل لبناني، بكل فخر لبنانيين وأحرار، وتجمع أبناء عكار كمان يلي موجودين بطرابلس. بس جايين لنقلكم شغلة واحدة، إنه يلي فرقته الطائفية حيجمعوا المجتمع المدني، ووحدة المجتمع المدني هي وحدة لبنان، وبتمنى لكل لبنان يتوحد على أساس وطن واحد وأرض واحدة وشعب واحد، وما خصنا بكل شيء بيطلع برات لبنان. إنما في المقلب الآخر وبعد الاشتباكات الليلية التي شهدتها طرابلس، استغل أهل المدينة الهدوء الذي يخيم عليها، فنزلوا إلى الشوارع لتفقد ممتلكاتهم، حيث انهمكوا في عمليات التنظيف وإزالة الركام والزجاج المتناثر وإحصاء الأضرار التي لحقت بمحالهم التجارية. ومن المقرر أن تبدأ صباح الاثنين عناصر قوى الأمن الداخلي تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لمدينة طرابلس، حيث سيتم انتشار 500 عنصر كمرحلة أولى داخل منطقتي باب التبانة وجبل محسن، فضلا عن الدوريات والحواجز التي ستقام في المدينة. أهلا بكم جديد. عطفا على خبر انتخابات نقابة المحامين في بيروت، وردنا من الحزب التقدمي الاشتراكي أن الحزب دعم مرشح قوى الرابع عشر من أذار النقيب جورج جريش، ولما غابت هذه الإشارة عن تقرير الجديد فقد اقتضى التوضيح. لا تزال حجج السياسيين قائمة لمنع الوصول إلى قانون انتخابات جديد. تقرير للزميل ناصر بلوط. 5 أشهر مرت على وعود النواب بعد إقرار التمديد مباشرة من قبل المجلس النيابي في حزيران المنصرم. انتظر اللبنانيون من ممثليهم إقرار قانون عصري للانتخابات. لم يحصل حتى اليوم شيء من هذا الأمر. كغيره من القوانين، ينتظر قانون الانتخاب العصري هذا معجزة تتمثل باتفاق لجنة الإدارة والعدل على قانون موحد لطرحه على الهيئة العامة للمجلس النيابي، المعلقة اجتماعاتها أصلا بفعل الخلافات الدستورية بين القوى السياسية. ما قمنا به في لجنة الإدارة والعدل هو أن أنشأنا لجنة فرعية تقوم بدراسة المواد من 4 إلى 117 اللي هي متعلقة بالإصلاحات، حتى لا ننتظر إقرار شكل القانون ثم بعد ذلك ننظر بالإصلاحات. وبنفس الوقت سيكون هناك اجتماع قادم للجنة الإدارة والعدل للمقارنة بين مختلف الاقتراحات التي وصلت إليها اللجنة المصغرة، حتى نستطيع أن نقترح على الهيئة العامة ونرفع تقرير بآخر ما توصلنا إليه من مقترح جدي للتصويت عليه. ما اتفقت عليه لجنة الإدارة والعدل لا يعدو كونه جزءا بسيطا جدا من قانون انتخابي شامل على مختلف الصعد. لا تشير التوقعات أبدا إلى قرب إنتاج هذا القانون العصري، فالقانون لن يبصر النور إلا في ظل التوافقات السياسية. عمليا للأسف الشديد في بلوكاج سياسي
اجتمعت لجنة الإدارة والعدل، و يعني الخطاب كان بعده دوران في حلقة مفرغة، خطاب مختلف الفرقاء، ولم يتم تقدم بأي اتجاه. بعتقد نحن بحاجة إنه بالفعل إلى حوار داخلي يفتح، أو يعني جرب يفتح الطريق إلى الأمام. لبنان اليوم يعني بلا حكومة، لبنان اليوم مجلس نيابي معطل، وهناك يعني خلينا نقول انشقاق سياسي عمودي في البلد، ما بيحل هالشيء هذا إلا حوار داخلي. نحن بنقول إنه المبادرة اللي أطلقها الرئيس بري ما زالت قائمة، وندعو إلى هذا الحوار، لأنه ما في يعني ما في حل إلا حل سياسي. وفي هذا الإطار يبقى السؤال، هل نحن أمام احتمال تمديد جديد للمجلس النيابي؟ لا أرى أن في إمكانية للتجديد له، خاصة أن الرأي العام كان ضد فكرة التمديد، وبالتالي وهو محق في ذلك، لأنه طبيعة الديمقراطية أن يتم تداول على المقاعد من خلال صناديق الانتخابات وليس من خلال التمديد الذاتي. ما عندي خوف من تمديد جديد، لكن الخوف الأكبر عندي من فراغ مؤسسات إذا لم نتفق على قرار أو على قانون انتخابات. لذلك أنا بشوف أنه ضغط الرأي العام على مختلف القوى السياسية تمهيدا للوصول إلى قانون انتخابات أمر صار مطلوب. إذن ما زلنا أمام مرحلة متأخرة جدا من إقرار قانون انتخابي جديد، ويبدو أن جوارير المجلس النيابي التي تتسع حاليا لمئات القوانين ستتسع أيضا إلى اقتراحات قوانين انتخابية. فالمجلس النيابي خارج الخدمة حاليا. ناصر بلوط، قناة الجديد. تظاهرة للكلاب في بيروت تديدا بقرار بلدية الميناء إتلاف الكلاب الشاردة. تحقيق الزميلة يمنى فواز. ما يفوق 200 كلب من أنواع مختلفة مع أصحابها وأناس متضامنة معها نزلوا إلى ساحة الشهداء في بيروت في مسيرة سلمية علاها النباح من أجل السلام والحرية. التظاهرة جاءت كرسالة تضامنية مع الكلاب الشاردة في الميناء في طرابلس التي تنتظر مصيرا أسود قررته لها البلدية، التي وزعت منشورا مخالفا للقوانين ومذيلا بختم الجمهورية اللبنانية، ومفاده أن شرطة بلدية الميناء ستقوم بعملية إتلاف الكلاب يومي السبت والاثنين من هذا الشهر، ضاربة عرض الحائط إزهاق أرواح الكلاب والجريمة العلنية التي ترتكبها. فما كان من الكلاب سوى التجمع في ساحة الشهداء لينطلقوا منها إلى لبيال للاستنكار والدفاع عن حقوق أمثالهم. كان لافتا عددهم الكبير إذا ما قرن بمسيرات واعتصامات في الساحة ذاتها للمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية. نعمل رفق بالحيوان بس مش أكتر، نهتم فيهم وما بيفرق شيء عن الإنسان. عم يتزامن اعتصام تاني بطرابلس تضامنا مع الكلاب الشارد طرابلس اللي صار إنه مبارح بلدية المينا أصدرت قرار بتلف الكلاب. ما بعرف إذا لغويا مزبوط تخفيف لكلمة إعدام أو قتل، أساسا مين قال لهم لازم يعدموا أو يقتلوا الكلاب؟ ما جينا العالم كلها تقول إنه يكون في شوية اهتمام بالحيوانات، ما ضروري بس بالكلاب، بكتير أنواع من الحيوانات. يعني إنه في كتير ناس بتحب تأذي الحيوانات بكتير طرق. معقول هالكلمة واحد يستعمل تلف الكلاب اللي هي بتستعمل لزبالة؟ يعني بعتبر ما لازم تستعمل الحيوان، وهذا الشيء اليوم معيب. ونحن اليوم موجودين وأنا خاصة حبيت شارك بهذه المظاهرة السلمية لنتعلم نحترم الحيوان. جايين نتضامن مع الرفق بالحيوان، ممنوع نأذي الحيوان كان بري وان كان دومستيك، ممنوع. كتير حلو انه عم نشوف كل الكلاب هون متجمعين مع بعض ومتحدين، والسياسية ما بيتحد. رأت الكلاب في هذه الساحة متنفسا للطلاق والحب، لكنها لم تنطق او تخبرنا بالسلام التي تبغيه، فتركنا لأصحابها الكلام. اليوم تنقول عنهم طبعا نأذي الحيوان in general حرام، كفى ظلم وقتل بس. منظم هذه المسيرة يرى أن هناك بدائل عدة للكلاب الشاردة عوضا عن إعدامها، وهو ما يخالف القانون أصلا. في كتير جمعيات مهتمة لهالمواضيع أكيد يتواصلوا معه، وبتمنى أنا من وزارة الزراعة يكون في حل لموضوع الحيوانات المتشاردة أو حيلا شيء معلق بالحيوانات اللي بدها تتأذى من وراء الإنسان، يلاقوا له حل بس.
وكان لافتا الانتقادات الكثيرة لبلدية الميناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين إياها بالعدول عن جريمتها بحق الكلاب. قد يرى البعض أن في هذا الأمر مبالغة وأن حقوق الإنسان منتهكة أصلا في هذه البلاد، فما بالنا بالكلاب؟ لكن يجب أن لا ننسى أن لهذه الكائنات حقا في الحياة تماما كأي كائنات أخرى بما فيها الإنسان. العدو الإسرائيلي يثبت أجهزة تجسس جديدة قبالة الحدود اللبنانية ويشوش على محطة للخلوي في منطقة الوزاني. أجهزة تنصت جديدة للتجسس ثبتها العدو الإسرائيلي على برج موقع العباد العسكري المشرف على بلدة حولة ومحيطها. والأجهزة عبارة عن مربعات سود اللون ركزها العدو إلى جانب الأجهزة اللاقطة والرادارات المثبتة بارتفاع نحو 40 مترا تقع قبالة موقع دولي للوحدة الإندونيسية استحدث بعد عدوان تموز 2006. وكان العدو الإسرائيلي قد ركز بعد العدوان عشرات أبراج المراقبة المزودة بأحدث كاميرات المراقبة ومنظومات التجسس، كما ثبت أجهزة رصد دقيقة وكاميرات مراقبة على منصات متحركة تعمل على الهيدروليك، فضلا عن رفعه لمناطيد فوق القرى والبلدات الجنوبية الحدودية وصولا إلى مناطق شمالي ليطاني لرصد التحركات على الجانب اللبناني. وليلة أمس وجه العدو من موقعه في الظهرة في العباسي المحتلة أشعة الليزر مدة 10 دقائق باتجاه محطة لتقوية إرسال إحدى محطات الخلوي في الوزينة من دون أن تعرف أسباب ذلك. إصابة الطفل رياض الحسين في أثناء اعتصام لأهالي تعلبايا. أصيب الطفل رياض عصام الحسين أثناء اعتصام لأهالي بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط على خلفية قيام مخابرات الجيش باعتقال أحد أبناء البلدة المدعو نواف الحسين. فبعدما قطع الأهالي طريق تعلبايا زحل الدولي عملت قوة من الجيش على تفريق المعتصمين، فأصيب الطفل في عينه اليمنى وبكسرين في عظمة الجيب الأنفي الأيمن سببا له تورما شديدا في العين من جراء انفجار قنبلة دخانية. أسأل رئيس الجمهورية وقائد الجيش من اللي أوصني بالقنبلة؟ إحنا جماعة رحنا أخذنا أولادنا وأخذنا نسائنا لنكون نقول لهم للجيش إنه إحنا اعتصامنا سلمي. فاللي صار إنه أنا كنت أنا وابني على بعد 50 متر بيتقدم الجيش بدون إنذار بدون شيء يضرب قنبلة مباشرة، يعني جاي مباشرة على خد ابني. أنت إذا بترضى يا قائد الجيش إنه ابنك ينزت عليه قنابل مثل هيدي على وجهه، ونحن منآمن بقائد الجيش ومنآمن برئيس الجمهورية، وأنا بدي حقي من المؤسسة هي تجيب لي حقي. وأكد والد رياض أنه يثق بمؤسسة الجيش وقيادتها. أهالي مخيم برج الشمال يناشدون القوى الفلسطينية الالتفات إلى ظروفهم الصحية المأساوية والنهوض بمستشفى الجليل العاجز عن استقبال مرضاهم. أطلق أهالي مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين صرخة بوجه الهلال الأحمر الفلسطيني والفصائل والقوى الفلسطينية كافة تنديدا بتردي الوضع الصحي، وذلك في اعتصام نفذوه أمام مستشفى الجليل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بدعوة من لجنة شباب المخيم. تحسين الهلال ومعداته وأجهزته، تطوير العمل فيه، تفعيل الدوام والكادر الطبي المختص. احنا اكثر مخيم فقير لانه كل اليد عامله وكلياتنا. احنا عندنا التلسيميا هون 70 في شيء 40 او 50 240 حاله تلسيميا عندنا هون بالمخيم. ابره انسولين بده يضربوني اياها ما لقيتش الفاضي يضربوني بيها، رحت فليت كل الليل ما نمت الليل، ضليت بلا ابره مشان ما بقدر امشي اجي اخذ الابره من عند بيتي. كنا بنوعز تقليص خدمات الأونروا لمؤامرة أمريكية، فبحب أسألهم تقليص أو نقل المعدات من مستشفى الجليل، وهاي الحرب اللي يعني شنينا برأس مين. خيم برج الشمالي 23,000 نسمة، وزادوا علينا إخوان السوريين بحدود 8,000 نسمة. وناشد المعتصمون المعنيين بإيجاد الحلول للواقع الصحي المتردي في المخيم ملوحين بخطوات تصعيدية في حال لم تجد مطالبهم آذانا صاغية. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير.
غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس ولحضور مجمع الكنائس الشرقية الذي يعقد الأسبوع المقبل. وقد دعا من المطار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جامعة وإصدار قانون انتخابي جديد وعادل. في شروط أساسية وحيدة إن نعمل حكومة، أول شرط إن نعمل مجلس، نعمل انتخابات رئاسية، إن نحل القضايا، هذا الشرط الأساسي بالبلاد والباقي كل الشروط بتبوخ. نظم حزب الله مسيرة حاشدة تحت شعار هيهات من الذلة في النبطية، وفي كلمته أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على أهمية السلم الأهلي والعيش المشترك والتكاتف بين اللبنانيين وشركاء الوطن الواحد في مواجهة المجموعات التكفيرية التي هي نقيض العيش الواحد وتشوه صيغة لبنان والتنوع فيه. في لقاء حول العيش المشترك ونبذ الفتنة في حاصبية أكد الوزير وائل أبو فاعور ممثلاً النائب وليد جملاط أن ما يجري في سوريا يبقى في سوريا وأي تدخل هو تدخل مرفوض، محذراً من الشائعات والفتن وما يمكن أن يروج في هذه المنطقة. وقال نحتاج إلى شبكة أمان مهما بلغت الأمور مبلغاً في سوريا. من جهتها أشارت النائب بهية الحريري إلى أن الجميع في مركب واحد وعلينا جميعاً الحفاظ عليه. جال النائب طلال إرسلان على بعض قرى الشحار الغربي وعلي وناشد في كلمته قائد الجيش ضبط الحدود بشكل أكبر لأن استمرار الفلتان إن كان عبر الحدود الجنوبية الشرقية وصولا إلى شبعة أو البقاع أو عكار لا يستطيع لبنان أن يتحمله. سمعت رئيس الجمهورية عم يحكي عن إعلان بعبدة وحكي عن أنه إعلان بعبدة صدر بعد فتح الحدود الشمالية والتهريب اللي صار عبر الحدود الشمالية. ما في شك أول شيء إنجاز إنه رئيس جمهورية بعد سنتين ونص يحكي بهذا الوضوح بهذا الموضوع. الإنجاز الأكبر إذا فخامة الرئيس بحط إصبعه على الجرح أكتر شوي وبيضبط الحدود اللبنانية من شبعة وصولا إلى عكار. على خلفية إشكال عائلي قديم بين أفراد من عائلة عساف اندلعت اشتباكات جديدة بين أولاد العم وتطورت إلى إطلاق نار في منطقة الأوزاعي ما أسفر عن مقتل شخصين هما محمد عساف وخضر عساف وجرح 5 أشخاص آخرين، علما أن الخلاف القديم لا يتعدى كونه إشكال على موقف سيارة ومحل للسمك لكنها تأخذ في كل معركة شكل الثأر الدامي. هيئة إدارية جديدة لنادي الحكمة تنتظر الطعن في قانونيتها أو الغطاء الشرعي من وزارة الشباب والرياضة. بعد 3 جلسات مرت انتخابات نادي الحكمة أمام أبواب موصدة بأقفال منتصف الليل، فاستقبلت الباحة الخارجية للمقر أعضاء الجمعية العمومية في ظل فشل مساعي التوافق بين الرئيس السابق إليم شنتف والفريق المحسوب على القوات اللبنانية. انتخابات جرت برئاسة أكبر الأعضاء سنا بعد اعتذار اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة بالإشراف عليها ما أثار شكوك حول قانونيتها. استقالة اللجنة امبارح، أنا بقناعتي كمحامي بدي أتعرض هاللجنة اللي رح تنبثق اليوم عن العملية الانتخابية إلى عملية طعن، إلا إذا الوزارة أقرت بكرة صباحا أو بس تبلغ المحضر الانتخابي، إذا أقرت وأصدرت إفادة بتقول هيدي اللجنة قانونية، بدها تعطي الوزارة مفروض تعطي اللجنة قانونية. هلا الشباب عم بيقولوا اذا الوزاره ما عطت الصيغه القانونيه لهاللجنه بنروح على القضاء. نحن متابعين القوانين، يعني صار انفتح محضر من اول جلسه اللي هي 2+1 بعدين 0+1 ما حضير، بعدين استقالت اللجنه بنوب الاكبر سنا تفتتح الجلسه اللي هي بمن حضر. اليوم اذا لو ما صار انتخابات الله بيعرف امتى رح يصير في انتخابات، ما بقى فينا نترك النادي له 10 أشهر ضياع ما حدا بيعرف شيء. الانتخابات ترافقت مع تسريب أخبار معارضة المطران بولس مطر راعي أبرشية بيروت وولي الحكمة. هل حضرتك سمعت سيدنا المطران مطر عمل بيان رسمي أو طلع على أي وسيلة إعلام وقال أنه هو ضد هيدي الانتخابات وما بده انتخابات؟ عم نسمع إشاعات، هيدول بعض المتضررين عم بيقولوا أنه سيدنا ما بده انتخابات. أنا اللي بقدر قلك إيه أنه نحن أنقذنا اليوم نادي الحكمة، هاو الشباب اللي إجوا على الانتخابات اليوم أنقذوا نادي الحكمة لأنه الفريق الآخر ما حطوا بالجولة سيدنا المطران أنه في حال ما صارت الانتخابات الوزارة بدها تدعي أقل شيء بخلال 15 يوم لشهر تفتح باب الترشيح من جديد وبدك تنطر 3 أسابيع ليتأمن النصاب، إذا تأمن بيكون بلشت بطولة لبنان وبيكون ما في فريق للحكمة. اليوم بنعيد اليوم بالنادي 70 سنة، اليوم عيد النادي 70 سنة، فحرام بعيده 70 إنه يخلص نادي الحكمة.
نادي الحكمة رح يبقى لأنه نادي عريق، نادي إجاء أعظم رجالات هالبلد. الانتخابات أسفرت عن انتخاب نديم حكيم رئيساً وجوزيف عبد المسيح أميناً للسر، وهما من فريق عمل الرئيس الراحل هوري شلهوب، والذين أكدا حرصهما على التوافق وانتظار قرار الوزارة ورضا المطران مطر قبل إعلان الاستقالة أو المتابعة في المسيرة الجديدة للنادي. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تجدد الدعم لمركز الرعاية الدائمة. في إطار التعاون الدائم بين مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ومركز الرعاية الدائمة الذي ترأسه السيدة منى الياس الهراوي، قامت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي بزيارة إلى المركز في الفياضية، والذي يؤمن الرعاية الطبية والنفسية للمصابين بالسكري والتلاسيميا في لبنان، وذلك تحت إشراف فريق من الإخصائيين. أهلا بابنة رياض باك الصلح بطل الاستقلال، وأشكر الله لأن إنه ساعدني على فهم مرضي والتعايش معه، ونتمنى عليك أن تنقلي إلى سمو الأمير الوليد بن طلال احترامنا ومحبتنا. وقامت الصلح مع الهراوي وعدد من الأطباء وخبراء في التغذية ومرشدات اجتماعيات بجولة على الأطفال المرضى، واستمعت إلى شرح الأطباء كما استمعت إلى معاناة الأهالي. الجولة شملت قسمي التلاسيميا والسكري، ووجه الأطفال في كلمات لهم الشكر للأمير الوليد بن طلال وللوزيرة الصلح. وقبل المغادرة التقط الأطفال وأهليهم الصور التذكارية مع الصلح. السيدة الهراوي أقامت مأدبة غداء على شرف الصلح بحضور عاقلات عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب. أهلا وسهلا بمعالي الست ليلى الصلح حميدي، الصديقة الوفية الأصيلة في العطاء، تخص هذا المركز بعاطفتها وتدعمه باستمرار، ولولا قلبها الكبير لما تمكننا من تطوير خدمات المركز. لقد زار سمو الأمير الوليد بن طلال المركز وبادر إلى تجهيز وحدة نقل الدم، ثم أقدم سموه على تكفل علاج 10 حالات تلاسيميا. نحن بصدد إمضاء اتفاق كمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ومركز الكروني كير للتلاسيميا والسكري إن ناخد أطفال نحن نعمل لهم عملية زرع النخاع الشوكي، يعني بون مارو. لأنه أولاد التلاسيميا إذا ما نعطوا فرصة أنه نعمل لهم عملية وهدول يراحوا للحياة كلهم، فالله يقدرنا ويقدرك عمل الخير ويقدر كل هالستات اللي أكيد كمان هن بيساعدوا كل واحد ضمن الإمكانية. ولم تغب الصور التذكارية مع الوزيرة الصلح عن اللقاء. نحييكم من جديد ونواصل تقديم النشرة. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يؤكد من إسرائيل رفض بلاده رفع العقوبات عن إيران قبل التأكد من تخليها عن السلاح النووي. قبل يومين من انعقاد مفاوضات جنيف في محطتها الثالثة لمناقشة البرنامج النووي الإيراني بين إيران والدول الست، حط الرئيس الفرنسي المعروفة مواقف بلاده المتشددة حيال ملف إيران في إسرائيل في زيارة يضغى عليها النقاش النووي، خصوصا أن مواقف فرنسا بدت خلال مفاوضات جنيف في واد ومواقف الدول الأخرى حتى الولايات المتحدة في واد آخر. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند شدد على مواقفه فور وصوله إلى مطار بن غوريون. إن فرنسا تعتبر الانتشار النووي خطراً وتهديداً خصوصاً على إسرائيل والمنطقة، وبطبيعة الحال يشكل تهديداً للعالم. وبالنسبة إلى فرنسا، ما دمنا لم نتيقن من أن إيران تخلت عن السلاح النووي سنبقي على كل مطالبنا وعلى العقوبات. رئيس وزراء الاحتلال رحب بما سماه موقف فرنسا الصارم ضد المحاولات المستحيلة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. يجب عدم السماح أبداً لإيران بالحصول على أسلحة نووية، فإن هذا لا يعرض فقط إسرائيل والأنظمة الأخرى ودول الشرق الأوسط للخطر، إنما أيضاً فرنسا وأوروبا والعالم كله. رئيس الكيان الإسرائيلي شيمون بيريز أثنى من جهته على موقف فرنسا، مشدداً على أنه لا يجوز رفع الضغط عن إيران قبل أن تتخلى على الأقل على المدى البعيد عن برنامجها النووي.
في طرابلس الغرب قام مجهولون بخطف نائب رئيس الاستخبارات الليبي مصطفى نوح فور عودته من الخارج، ويرجح أن يكون سبب الخطف على خلفية التوتر بين مجموعات مسلحة من مصراتة وطرابلس غداة مواجهات دامية بين المجموعتين. وقد أعلنت الطوارئ في طرابلس الغرب مدة 48 ساعة على خلفية الاشتباكات بين مسلحي مصراتة وتجراء شرقي طرابلس، وذكر أنه جرى إغلاق الطريق الساحلي بين طرابلس وتجراء، وانتشرت آليات ثقيلة ومضادات للطائرات تابعة للجيش. وقد اندلعت شرارة المواجهات بعد ظهر الجمعة، حيث اقترب مئات المتظاهرين من مقر ميليشيا كتيبة مصراتة في حي غرغور، حيث أطلق مسلحو الكتيبة النار على المتظاهرين فقتلوا نحو 40 وأصابوا أكثر من 400. وأعلن اتحاد كليات جامعة طرابلس العصيان المدني إلى حين استتباب الأمن في العاصمة. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة: معارك القلمون السوري تتوسع وموجات النزوح نحو بلدة عرسال إلى ارتفاع. في صيدا: الجامعة اللبنانية تطرد طالبا من الامتحانات لأنه كفيف. منعت من إجراء أحد الامتحانات وانحكيت، يعني تعاملت بطريقة شوي غير لائقة نوعا ما. انتخابات المحامين تنطلق نقابية بامتياز ثم تنحرف نحو 18 أذار. لازم يكون مستقل لأن النقابة تضم جميع الشرائح. كان في الخاص: حجج السياسيين لا تزال قائمة لعدم إنتاج قانون انتخاب جديد. يعني ما في حل إلا حل سياسي. وفي الجزء الثاني من فضيحة صيدا: آل السنيورة وزيدان يضعون اليد على أملاك الصغار. وكان في النشرة: كلاب بيروت تتضامن مع كلاب الميناء. ختم النشرة، شكرا للمتابعة، نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.